ستارت كارافان هي فكرة احنا أسسناها من 5 سنين. السنة دي الفكرة بقت أعم شوية وأشمل، لأن احنا قلنا عايزين نعمل حاجة ليها علاقة بالدين وقبول الآخر، وكان في يعني نوازع لرفض الديانات المختلفة السنة اللي فاتت والمعتقدات المختلفة. فأنا فكرت إن احنا نعمل 4 أوضاع للصلاة، اللي هي الأوضاع المعتادة اللي الناس بتصلي فيها، الراكع، الواقف، اللي بيدعي ربنا، المعطي راسه في خشوع، حتى اللي بيقعد يصلي على كرسي كجالس يعني. فقلت أنا كل الأوضاع اللي بيبقى فيها حالة صلاة وخشوع أنا هخير الفنانين، كل واحد يختار الوضع اللي هو شايفه مناسب بالنسبة له. كمان مع دراسة الموضوع ده لقيت إن هي دي نفس الأوضاع اللي بيصلي بيها العالم كله، سواء مسلمين، مسيحيين، يهود، بوذيين، ما بتختلفش الأوضاع في الصلاة عن الـ4 أوضاع دول. قلت كلها طرق للتقرب إلى الله، والموضوع مش محتاج مننا يعني فزلكة أو تحميل الأمور أكتر مما تحتمل. اخترت 30 فنان مصري من كبار الفنانين لصغار الفنانين، يعني خدت مختلف الأجيال واختلف الاتجاهات الفنية كمان، يعني مش أجيال وبس، إلى جانب أن هيتم معانا كمان مع عرض المعرض في واشنطن في شهر 9 هينضم لنا 10 فنانين من أوروبا و10 فنانين من أمريكا. معظم الفنانين اللي شاركوا السنة دي كبار أو صغيرين كانت مصر هي همهم الأول، يعني معظمهم حاولوا إن هم يقدموا حاجة ليها علاقة بمصر أكتر من إن هم يعملوا حاجة على طقوس العبادة اللي أنا كنت أقصده يعني.